آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، بمعنى أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة، وظل يرددها. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا،